استاذ علاء طبعا منورنا ومساء الخير عليك، وحقيقه هذا المشهد المميز للفرقه وحضورك المبهر ايضا. نتحدث عن الموسيقى العراقيه اللي حقيقه الكثيرين يعرف بان هي الموسيقى العراقيه، المقام العراقي بالاضافه للاطوار العراقيه اللي نغنيها في كل محافظاتنا. اليوم نتساءل، نتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطوعات مميزه للفرقه تعرض باغاني العراقيه وكانما نسمعها لاول مره، هناك تجدد. شنو الاسقاطات اللي خلاها المايسترو علاء مجيد على هذه الفرقه بانتقاء الاغاني واختيارها؟ نعم، حضرتك تعرف التراث العراقي او التراث بشكل عام لا يمكن التلاعب فيه. يعني لما نتكلم عن تراث مصر مثلا، اذا افترضنا تراث سيد درويش، لا يمكن لاحد ان يتلاعب فيه او يغير مود او يغير الجمل اللحنيه. ممكن التغيير يتم او اذا ما اسميناه او ان صح التعبير انه الاضافات للتراث هي بالصوره بالصوت بالتكنيك بالملابس بالاشياء الاخرى المكمله حتى تظهر التراث بصيغه جميله وبصيغه مقبوله لدى الجيل الجديد. انا شخصيا ما اضفت شيء على التراث العراقي، التراث كما هو، لكن احيانا اضيف بصمات معينه في البدايات أو القفلات، النهايات، الأغاني أو لمسات معينة ضمن الغناء، لكن التراث كما هو، لأن هذا يعتبر رسالة ويعتبر أمانة لا يمكن لأحد أن يتلاعب فيه، لأن هو ملك لأصحابه طبعاً. اللي خلقوه واللي يظل أدنى عشرات بل مئات السنين، فلا يمكن أن نكون إحنا نجي نغير اليوم بطريقتنا اللي نعتقد أنها هي صحيحة، لأن الموسيقى هي ثابتة في الروح وفي العقل ومع كل زمان ومكان. أتمنى. أنا بدي أخذ منك عشان نستمع لما يعلي مزاجنا الروحي اليوم ويعلقنا في هذه الأرض ويفتح لنا نافذة لنرى النور في نهاية هذا النفق. دعونا نستمع للفرقة معا وسوية وأغنية من اختيارك مايسترو علاء. خلونا نسمع الآن أحد الشباب اللي هو إسماعيل يغني إحدى أغاني التراث اللي سبق وأن غناها المرحوم ناظم الغزالي. الله.